ماتت ام حسن. وبعد سنين اجتمعنا شباب وصبايا من جميع انحاء فلسطين تنبارك للعرسان يونس الاسدي وناهيل الشواح. بال98 خوري كتب كتابهم، بال2013 11 من يناير طلعنا في الباصات تنحضر زفافهم. بال98 خوري كتب كتابهم، بال2013 11 من يناير طلعنا في الباصات تنحضر زفافهم. لفرح الليلة في 50 خيمة كلياتو معزوم لباب الشمس، حملين مكاتيب لنقوط بالإيد ماشيين للشروق في باب الشمس، اصبعين تحت لسان بنصفر للعرسان ألف مبروك في باب الشمس. في اللي على العود عازف في دق ومزاهر، في اللي لحن على البارود باب الشمس. يا نهيلة شموع على صبيعها العشرة، على انقود عنب دعسة شعرها طويل كذيل الحصان، ورائحتها مزيجا من البن والزعتر. الجندي مين بعيد يقولنا هذه منطقة ايه، احنا نقول له ايه هو يقولنا ايه، قلنا له لا اجد منطقة ايه، قالنا ايه سيبك صغرتي يا محسن. بال98 خوري كتب كتابهم، بال2013 11 من يناير طلعنا في الباصات تنحضر زفافهم. بال98 خوري كتب كتابهم، بال2013 11 من يناير طلعنا في الباصات تنحضر زفافهم. من شمالنا لا جنوبنا، من حفتنا لا اسدودنا، كله يرقص وموجود في باب الشمس. زخاريت هتافات وي وي وكلبشات كله محبوس في باب الشمس. الدرب مش سهل وصول مش سهل، لكن كلنا نعود لباب الشمس. فلسطين لا تموت إلا إذا كلنا بنموت في باب الشمس. يونس انحنى من أجلي إطفاء الشموع، فنهرته أمه وأعدته إلى الجلوس. يونس مبتسم ورشات الرز تتساقط على العروس، هو لسه من بعيد بنبحوا بيقولوا إيه يا عمي إيه